طبعا اهم شيء علشان اي منظومه رياضيه في مصر تنجح لازم يكون موجود بين العناصر اللي هي مكمله للمنظومه دي او متواجده في المنظومه دي يكون متواجد ما بينهم الحب وحب الخير لبعض. لازم يكون اللعيبه والاداره والمدربين وكل اللي في المنظومه بيحبوا بعض وبيحبوا الخير لبعض. طبعا ده موضوع حلقه النهارده اللي هنتكلم فيه عن بعض انجازات النادي الاهلي في الفتره الاخيره اللي مش هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن هنتكلم عن ازاي النادي الاهلي قدر ان هو ياخد في ظرف سنه 2 دوري ابطال كمان سوبر كمان ثالث العالم كمان دوري كمان كاس مصر وقدامه لسه سوبر افريقي وسوبر مصري. طبعا النادي الاهلي في الفتره الاخيره ده مميز جدا، كمان بطولات مميزه جدا مع المدرب بيتش موسيماني وطبعا رئيس النادي محمود الخطيب، اللي اهم عنصر في العناصر دي كلها هو طبعا الكابتن محمود الخطيب وادارته اللي بيدعموا وبيدوا كل الصلاحيات للعيبه وللمدرب وللجهاز الفني، كمان في دعم وفي حب منهم كبير جدا. لازم لما نتكلم عن الحب اللي موجود بين اللعيبه خلينا نرجع لماتش اسوان، مش هنرجع لبيت قوي، او هنتكلم عن بعض التفاصيل في ماتش اسوان. الهدف الثالث كهربا كان هو اللي بيقول لحسين الشحات او كان واقف على الخط بكل حب بيوجه حسين الشحات ان يباص الكوره لولتر بولي. طبعا حسين الشحات لما يعمل اسيست فكهربا نفسه يعني حسين الشحات لما يتالق ويعمل اسيست ويسجل اهداف ويبقى مستواه عالي فده بيأثر على كهربا لان حسين الشحات بيلعب كهربا مش هيلعب، فمدى الحب اللي موجود عند كهربا خلاه ينزل او يقوم من مكانه يوجه ويقول لحسين الشحات ان وولتر بولي فاضي. طيب لما وولتر بولي وصلته الكوره وقدر انه يسجل الهدف شفنا مين رايح يحتفل معاه بطريقه جنونيه، كان محمد شريف اللي هو المفروض بينافسه على مكانه اللي هو المفروض بيلعب مكانه. طب نرجع فلاش باك كام ماتش كده لما محمد شريف سجل هدفين براسه او بضربات راسه الحته دي اللي هو ما كانش مميز فيها ولا كان بيقدر يسجل بيها اهداف، وولتر بوليا اتكلم مع سامو نصان وقال له هو فرحان جدا ان اللاعب بدا يسجل ويلعب بشكل كويس بضربات الراس. مدى الحب اللي موجود ما بين النادي الاهلي او ما بين العناصر اللي موجوده في كيان كبير اسمه كيان النادي الاهلي، ده اللي مؤدي ان انت حتى الان واقف على رجلك، حتى الان بتحصل بطولات، حتى الان بتعمل انجازات. كمان شفنا لقطه بيتسو موسيماني اللي هو مدرب النادي الاهلي بعد الاسيست الثاني في مباراه اسوان بتاع حسين الشحات وهو بيسقف للاعب حسين الشحات، شفنا ده بعينينا، شفنا مدى الحب اللي والدعم اللي بيديه بيتسو موسيماني للاعيبته حسين الشحات لكهربا لغيره لغيره لكل اللعيبه، حتى وولتر بوليا حتى مروان حتى محمد شريف كل اللعيبه بيتسو موسيماني بيديها الدعم المناسب، ومدى الحب اللي موجود بين اللعيبه وبين بعضها هو ده اللي مؤدي الى النادي الاهلي ينجح بالشكل ده. طالما في حب واللعيبه بتحب بعضها وبتحب الخير لبعضها وكمان الاداره وكمان الجهاز الفني فده اللي مخلينا في المكانة دي وفي التركيز ده والبطولات، وربنا بيكافئنا علشان لعبتنا فعلا بتحب بعضها ومفيش غيرة ومفيش غل ومفيش حقد. طلع من منظومة النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت ناس كتير ما كانتش على ما يرام داخليا، يعني ما كانوش من جوه سالكين، ولكن في الفترة دي النادي الأهلي بيمر بمرحلة من السلكان كبيرة جدا موجودة في لعبته موجودة في إدارته موجودة في الجهاز الفني اللي موجود موجودة في كل العناصر اللي أدت إلى كل البطولات اللي أنا اتكلمت عنها في أول الفيديو. بس كده ده كان موضوع حلقتي السريع جدا.